صباحكم. اليوم نحن حنساوي سباجيتي او حنساوي نوعين سباجيتي اكلتين سوا مع بعض. باول فقره حنساوي اول نوع، حنساوي سباجيتي مع التون. حنقول مكوناتها ونبلش فيها. طبعا سباجيتي انا حاططها هون على النار عم تنسلق. عنا علبتين تون مفروطين، صفيتهم شوي صغيره مو كثير، بدي استفيد من الزيت اللي فيهم والسائل اللي فيهم. عنا فليفله حده مقطعه، عندنا بندوره انا هون عم استخدم بندوره كرزيه، ممكن نستخدم بندوره عاديه اذا مو موجوده. عندنا زيت زيتون، عندنا توم، عندنا عصره ليمون، عندنا جرجير، وعندنا ملح وفلفل. حنبلش اول شيء نساوي الاكل مع بعض لبين ما تخلص استوى المعكرونه سباجيتي. حنحط زيت الزيتون، حنحط التوم عندنا، انا هون التوم قطعته تقطيع ما هرسته هرس، بنحاول دائما نغير شوي عن الطريقه التقليديه انه نقطع بدل ما نهرس. نحن متعودين هون عندنا ببلدنا انه دائما نهرس التوم، هون عم نحاول نقطعه نحن ونغير الطريقه شوي. حنستخدم مكونات اليوم شوي غريبة مثل الجرجير معنا كمان فيها، حتطلع بس كثير نكهتها طيبة، حنشوف شلون مع بعض حنساويها. هلا التوم صار تقريبا جاهز، حنبلش نحط الفليفلة. حنقلي الفليفلة مع التوم. هاي الاكله شوي حاده، ممكن طبعا اذا حابه ست البيت ما تكون حاده، ممكن نستخدم الفليفله الحمراء الحلوه كمان ما في مشكله، او الخضره ممكن، بس انا هم معتمد اللون الاحمر مع السباجيتي مع التون بيطلع كثير طيب والوانه حلوه وبيطلع موديله كثير حلو. هلا لبين ما تاخذ بس نحرك السباجيتي عنا. هلا بدنا نسقط البندورة، نحن مثل ما قلنا هون عم نستخدم البندورة الكرزية. نقلبها شوي. البندورة الكرزية ظرافتها انه بالاكل انه بتطلع مثل وقت يعض عليها بس تكون مستوية بتكون لساتها محافظة على السوائل اللي فيها، بس ليعض عليها تاكلها ياكلها الانسان بصير مثل انه مثل بتطلع السوائل بتطلع نكهتها كثير طيبه. حنقليهم هون الغراض شوي دول. بدنا نحرك السباجيتي نتاكد منها انه مستويه. نتاكد من القطعه انه مستويه. تمام استوى. بين ما نخلص نكون خلصت السوايه كلياتها. هلا بدنا نحط الطون. نحاول دائما نفرفط التون. نحط له رشة ملح. أكلة هي تعتبر سريعة نوعا ما، والفلفل. حنبلش هلا نحط الجرجير، شوي جرجير حنحطهم ونبلش نحط السباجيتي رأسا نطلعها. هيكون فيها شوية من المي تبع السباجيتي حنعتازه مشان تساوي مثل صوص.
نحركهم كلياتهم مع بعضهم، بنطفي النار ونبلش نحركهم كلياتهم مع بعض. ممكن نستخدم شوي من المي تبع السباجيتي لتساوي لنا مثل صوص بسيط عنا. أكلة مليانة ألوان وكتير طيبة وكتير لذيذة، وهي أكلة طليانية بهالشكل هذا. هلا نحن تقريبا جاهزين، طبعا بنشوف طريقه التقديم تبعها بالاخير. طبعا بنرجع للفقره الثانيه، بنساوي صوص، بنساوي الباستيل سباجيتي. النوع الثاني هو اللي حيكون عندنا مع الفطر والريحان والثوم، حنشوف شلون نساوي مع بعض بالفقره الثانيه. شكرا، يسعد صباحكم مره ثانيه. مثل ما شفنا ساوينا اول شيء سباجيتي مع الثوم مع البندوره والجرجير. هلا حنساوي النوع السباجيتي الثاني، هلا حنساوي نستخدم منه معه الريحان والثوم والزبده والفطر اكيد. حنبلش اول شيء نحط الطنجره على النار، المعكرونه نحن جاهزه عنا ومسلوقه. حنبلش نحط الزبده، هلا المقادير عنا بما تدوب الزبده. طبعا عنا زبده، عنا ثوم، عنا فطر، عنا ريحان فريش وملح اكيد. هلا نستنى شوي لتذوب الزبده، حنبلش نحن نحط الثوم كرمال راسا ياخذ النكهه، الزبده تاخذ نكهه الثوم. هلا بلش الثوم يدوب، نحط الفطر بعد منه، واخر شيء بننزل الريحان. الاكله كثير بسيطه كثير سهله. هلا نحن بس مشان ناخذ الغاز القوي، خلينا ننقل الطنجره تبعنا للغاز القوي عشان تاخذ بسرعه تصير اسرع معنا. حنقلب الزبده مع الثوم لتاخذ النكهات، الفطر ياخذ كل النكهه. مكوناتها كثير بسيطه بس كثير طيبه هالاكله. بالنسبه للفطر والثوم، وقت الفطر بيتساوى سوتيه مع الثوم والريحان بيطلع كثير نكهته طيبه وكثير لذيذه. هلا ممكن نحن نضيف شوية زيت إذا لقينا المادة الدهنية شوي قليلة. ممكن نضيف زيت زيتون، ممكن نضيف زيت نباتي على هوا رغبة ست البيت. نقلبهم شوي. هلا الفطر شوي بياكل شوية وقت بالعادة لبين ما يرخي وينزل شوي المي تبعه ويستوي، بس طبعا الفطر ظل محافظ شوي على شكله من برا كتير أزرف وكتير أطيب. نحن بنستخدم هون النار القوية، أنا عم حرك بسرعة كرمال إنه يضل الطنجرة سخنة وما ينزل، يحاول إنه ما ينزل المي، الفطر ما ينزل المي تبعه. شايفين شلون بلش يهمد شوي الفطر، بلش تخف الكمية، تصغر الكمية على النار. بنحاول نساويه مثل ما قلنا سوتيه، على مبدأ السوتيه انه ياخذ كل النكهة، واخر شيء بنضيف له شوية ملح.
ونضيف له المعكرونه والريحان. بلش الفطر يتسوى. نحن هلا فينا بهالحاله هون نضيف الريحان، ممكن نستنى عليه اكثر شوي كرمال ياخذ لون اكثر، الفطر بيطلع اطيب. هلا هيك تمام صار تقريبا. هنبلش نضيف السباجيتي عنا. والأخير أنا طبعا مع سلق السباجيتي حاطط له ملح. هلا بنقلب السباجيتي مع الفطر والريحان. ريحة الفطر مع الريحان والثوم كثير طيبة. نخلطهم كلهم مع بعض. ممكن نضيف شوية من مية السلق كثير تطلع بتعطي صوص شوي خفيف. هلا حنضيف الملح. نقلب التقليبة أخيرة. صارت عنا الأكلة تبعنا جاهزة. طبعا نحن بنشوف طريقة التقديم تبعنا بالأخير بآخر البرنامج، بنشوف طريقة التقديم حنقدم التنتين، كان السباجيتي مع الفطر أو السباجيتي مع التون والبندورة والريح والجرجير، وبنرجع لآخر البرنامج بنشوف طريقة التقديم بيتي سوا. شكرا لكم. يسعد صباحكم عن جديد. مثل ما شفتوا اليوم ساوينا نوعين باستا، سباجيتي مع الجرجير والتون والبندورة، والثاني مع الفطر والثوم والريحان. وبما انه نحن اليوم اخر يوم لي انا هون باستضافة قناة سما، بتشكر ادارة قناة سما على حسن استضافتها لي، وبتشكر كمان ادارة معهد الجامش انه وثقوا فيني وقدموني للتلفزيون سما عشان اقدم فقرة الطبخ هون. وشكرا كثير لكم.